عاجل وفاة الفنان الإماراتي ضاعن جمعة التميمي. إليكم التفاصيل في هذا الفيديو. توفي الفنان الإماراتي ضاعن جمعة التميمي اليوم الخميس 25 تموز يوليو 2024، وهو أحد رواد الفن في الإمارات الذي أسهم في التأسيس لنهضة الدراما الإماراتية والخليجية. الفنان الإماراتي هو من مواليد عام 1948، بدأ مسيرته الفنية عام 1971، وقدم العديد من الأعمال الفنية في المسرح والتلفزيون، حيث ينتمي إلى الرعيل الأول، وهو أحد رواد الفن في الإمارات الذي أسهم في التأسيس لنهضة الدراما الإماراتية والخليجية. من خلال جملة من الأعمال الفنية التي قدمها في المسرح والتلفزيون إلى جانب الفنانين محمد الجناحي وسلطان الشاعر وجابر نغموش وأحمد الجسمي وغيرهم من الفنانين، ولم يتبين حتى الآن سبب الوفاة. سنوفيكم بأي تفاصيل إضافية حال توفرها. نسأل الله أن يرحمه ويغفر له. إن لله وإنا إليه راجعون. إلى هنا وصلنا لنهاية هذا الخبر ونهاية هذا الفيديو. لا تنسونا باللايك والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد. شكرا جزيلا لكم على المشاهدة، وإلى اللقاء.